خليت لك يا هونطوال شوي. شو رأيك أخذك للمانيكور؟ ليش هاي بإيدك؟ بابا انك متي. يا ترى لو كان بابا بمحلك كنتي رح تكذبي علي؟ مين بيعرف قديش كذب عليك؟ نديم مالك وتركي قنطرجي، من هلا ورايح انتو نلتوا شرف الانضمام الى اعضاء الجماعه هون. انتو بتعرفوا قانون جماعتنا الوحيد يلي ما بيتغير؟ قانون الصمت. قانون الصمت. الاخوه يلي متواجدين هون تكفلوا الأخين نديم وتركي إنهم رح يصونوا هذا القانون. نكفلهم. وهلأ رح نأدي اليمين. أنا بطلب من الأخين الجداد يأدوا يمين جماعتنا يلي كلياتنا منحترمه ومنمشي على أساسه. هي اللحظة اللي انضميت للجماعة. من هي اللحظة اللي انضميت فيها للجماعة؟ أنا راح عامل كل يلي موجودين هون مثل عائلتي. أنا راح عامل كل الموجودين هون مثل عائلتي. وإذا صار معي أي شيء ما راح ساوي أي شيء ضرب أخواني ويضرب جماعتنا العليا شو ما صار. وإذا صار معي أي شيء ما راح ساوي أي شيء ضرب إخواني وبجماعتنا العليا شو ما صار. وراح أحمي أسرارنا لو بيكلفني هالشيء ادفع حياتي من شانه. ورح احمي اسرارنا لو بيكلفني هالشيء ادفع حياتي من شانه. وانا بقسم بشرفي وعرضي على هالحكي. وانا بقسم بشرفي وبعرضي على هالحكي. اهلين فيك بيناتنا يا اخ نديم. الي الشرف سيدي البارون. منذر كويوبجي، بارون شبكات العالم التحتي. شكري جانباز أغلو، بارون الكازينوهات. بشير جاودار، بارون الأسلحة.
إبراهيم إهز قالي جارنا الأول. تعبت حسن؟ أبدا. مين برأيك قتل أصلا؟ مو شغلة عصابات. شغلة مين لك؟ الوكالة. داخلية ولا خارجية؟ مشتركة. وشو هو تحليلك لهذا الشيء؟ عباس أصلا ما بيمر من نفس الطريق مرتين، وفي شغلة غريبة، كان معه سلاح لما مات، وبما أنه ما قوص فالشخص بيعرفه، وقف معه وقتله. أنا بدي أشوف شو جايني بالبريد. ماشي معلم. بس يا ترى شو رح لاقي؟ أهلين فيك بيناتنا يا أخ تركي. إلي الشرف سيدي. الشرق والغرب بيلتقوا بتركيا، والمضيق بيجمع القارتين، والأشهر الستة راح تنقسم. نحن منسمي جمعتنا بالذئاب ونكون بارونات، والبارونات اليوم جيران. تفضلوا. فات على المحل باسمه، اكيد كان حاطط تحته كم مسدس، وضل حاطط النظارات ما شالهم. وانت ما سألت عنه؟ لقبه صاحب النظارات، قالوا ما عنده اسم غير هاللقب. هالرجال مو غريب؟ رح يعذبونا، صاروا ينشروا ألقابهم باسطنبول. مبين من حكيك انه انشغلوا لك بالك. رح يوجعوا لنا راسنا كتير، شو نساوي؟ خليكن عم تحافظوا على مناطقنا منيح، ولا تتدخلوا فيهم لتخبروني. لسه ما بعرف شو حكايتهم، وسخين. إذا قرصوا العقرب رح يموت من سمن. مماتي، اسطنبول بتستسلم للي بتخاف منه، وبعدين بتاكله شوي شوي. خلينا نستنى. كانت نتيجة التشريح الطبي ومطابقة العينة يلي جبتوها من القبر مع الشعرة يلي قدمتيها، تبين انه الجثة. لا علي؟ لا.
انت خليك بالسيارة، هلا برجع. ماشي. لازم أخذ الظرف منه. مكانك شرطة. أنشأنا مشروعين ضخمين السنة الماضية. كان أول مشروع تهريب مضادات الطائرات من شمال العراق، والمشروع الثاني كان مشروع المخدرات من أفغانستان. بس انتهوا المشروعين بمأساة، خسرنا رجلين بهالمشروعين، البائع محمد ونجم المنشار. راح يلي راح، وعددنا نفسه اليوم مع اسماعيل معلومات كتير هامة بطلب منه يطلع المجلس عليها. حسب المعلومات اللي وصلتنا من الموساد، مضادات طيران المفقودة بقطاع غزة ظهرت بإيد الفلسطينيين. مين يلي بعتها؟ كمان حسب سجلات الموساد، فرقة من تركيا، الفرقة اللي ذكروها بجريدة اليوم، مجموعة حفظ المصلحة العامة KJT. أما بخصوص المخدرات، الوضع غريب شوي. مخدرات يلي حجزت عليها الدولة بعمليات المداهمة، نسرقت من إيدين الدولة. البضاعة معي يا إسماعيل، لا تحكي بالألغاز. ما كنا حابين نسمع هالشي هلأ سيد خسرف آغا. أنا أكتر شخص خسر المال، وأكتر شخص خسر مكانته من الشيء، وأنا بتشكر الإخوان لأنه احترموا مكانتي ورجعوا لي كل نصيبي من المشروع وما أكلوا عليه أي شيء أبدا. بتحب ذكرك بيمين المجلس يا سيد خسرف؟ الحمد لله لسه ما خرفت، بتذكر كل شيء، وأنا حفظت السر ما تقاسمته مع حدا. ولعلمك أنا واحد من أكثر الناس اللي خسروا بهالمشروعين هدول، بس من باب التذكير بهالشي. مو هلأ وقت حك الجرح من شان ينزف. انت جمعتنا بهذا المجلس وقسمنا كلياتنا وحلفنا يمين الأخوة، كان قصدك أنه تحقق معنا؟ نحن صفينا حساباتنا مع الدولة اليوم وإجينا لهون، بس شو مبين حسب حساباتكم؟ نحن عم نشتغل من شان دولة كمان. الكل هون إخوة يا سيد ضياء، وما عم نوجه اتهامات. للأسف في صراع كبير بالدولة أخ ضياء، ودخولك للسجن بجوز كان جزء من هالصراع، ويمكن عملية قتل أصلان بيك برأيي أنا هي الوجه الحقيقي لكل هالصراع. الصراع اللي ضمن صفوف الدولة بيخص الدولة، ليش ليكون بيناتنا نحن صراع؟ ها
هذا يلي حابب أعرفه. لنقول إنه مضادات الطائرات انسرقت، بس المخدرات كيف رجعت لعند خسرف آغا؟ شو اللي زعجكم؟ يلي فشل العملية بيكون زلمتكم، وإني عود لأخواني خسارتهم بالشغلة مو شغلة كبيرة. وإذا بدكم الشي أنا بقدم كل أموالي وثروتي للجماعة. أنت عم تتجاوز حدودك خسرف آغا. احكيلي شو صار معك؟ ما قدرت اخذ الظرف. وليش اجت الشرطة؟ مشان ياخذوا الظرف. وشو صار؟ قلي ليش ما قبضوا عليك؟ هنن قبضوا علي. شو بك انت عم تتمسخر؟ لا ميماتي، في حدا عم يتمسخر علينا. اليوم شفت وش جديد وغريب من الدولة العليا، شكله مهم. خود تفرج. بس أنا ما حكيت أي شي بيزعلكن، قصدي واضح. بارون الشرق الأوسط مكانته محفوظة، بس برأيكن إنه نص الألف هن 250؟ حتى أنكم ما رح تقدروا تنهوا عملية تسليم المخدرات. الروس ما رح يسمحولكن. هلأ قاعدين قدامي عم تحاسبوني؟ خسرف آغا، يمكن نسيت حالك وين قاعد. الكل رح يحكي بحرية يا سيف، وأنا على كل شي رح جاوب. نحن لحقنا أمريكا ولحقنا إسرائيل كمان، وضعنا لنكون كلياتنا أقوياء قدامهم. ما عنا خيار تاني خسرف آغا. يلي بيقرب من روس بيحطوه على اللائحة السوداء. أمريكا هلأ جارتنا خسرف آغا، وهنن هلأ أقرب من الروس، ووضع تركيا مرتبط هلأ بالمكان يلي رح تاخدها بمشروع الشرق الأوسط. بس بوقتها الأمريكان ساندوا مصطفى برزاني كتير، وهن اعتمدوا عليهم كتير وساروا. شو صار؟ طار يهرب للاتحاد السوفيتي. اليوم الموازين مختلفة خسرف آغا. منظمات الإرهابية بالجبال عم تنقسم، وواحد من الإخوة عم ياخد كل الدعم من السلطات والتاني بالسجن. يعني كنتوا بتعرفوا كل هالشغلات هي، وأمريكا ليه صارت جارتنا هلأ؟ وانتوا ليش ما بتقودوا العالم إذا بيطلع بيدكن؟ بهالطريقة ما رح نوصل لاتفاق. إيه لا تحكي هيك يا أخ تركي، أمريكا عم تدعم المعارضة العراقية لدرجة كبيرة. والله إذا خيرتم بين تركيا والمعارضة لاختاروا المعارضة فورا، هذا رأيي. تركيا منشان تتحكم بحركة الأكراد بشمال العراق حطت خط حدودي بمنطقة أوفاجاق، والموساد عارضوا كتير هالشي وضغطوا عليهم كمان. أحكوا بصراحة شو بدكم مني هلأ؟ ملينا من الحكي بالسياسي هيك. أنا لو طلع المرحوم أبي من القبر وجبرني ما رح أرجع للسياسة شو ما صار. وهلأ خسرف آغا، يا أما بتكون بطرف باني الشرق الأوسط الكبير أو تكون ضد هالشي، ما في خيار ثالث. ومنشان يزبط وينجح هالمشروع الكبير راح تطير روس كبيرة إذا اضطر الأمر. طيب راسي كبير بما فيه الكفاية. نحن خسرف آغا، نحن يعني مكان مجلسنا معروف كتير، مو بجانب يلي بيقدموا روسهم، بجانب يلي بياخدوا الروس. المكان يلي عم تحاولوا تفوتونا فيه
مو الشرق الأوسط الكبير، بلاد ما بين النهرين. في كتير من الدول خططت وقدرت الخطر، بس كلياتها غرقت نهر دجلة والفرات وما ضل منها شيء. يعني انتو عم تحاولوا ترمونا وتغرقونا بأنهار خطيرة، وأنا راح أحكي. أنا ما راح أكون بجماعتكم بعد هلأ. نوب. شايف هون إنه حتى الأخوة يمكن تختلف آرائهم شوي، وأنا بحكم موقعي كبارون رح خلي هالاختلاف بس بالآراء يا أخوان، ولهون رح أنهي الاجتماع. قلت لحالي انتهى كل شيء، ولو ما تدخل بآخر لحظة يلي أخذ الظرف دوغان أشرف أوغلو، ايه كان مستحيل أهرب لأنه البريد فاضي. تلاقت عيني بعينه، بعدين إجا شخص وطلع هويته. إيديك لفوق راسك. كان بدي ورجيكم هويتي. شوفي. ولما سألته الشرطة عني قال لهم إني معهم. ودخلك ليش عملوا هيك؟ لأنهم عرفوا إنه أنا بدي الظرف كمان. معلم، ليش ما استجوبوك؟ مشان آداب المصلحة العامة. شو يعني؟ أعطاني كرتو لروح لحالي. صار عند الدولة العميقة كروت؟ ولمعلوماتك الدولة العميقة ما لا نهاية. ليش سمحتوا لمراد على مدار يروح؟ بعدين بيظهر بالتحقيق انه نحن يلي اخذنا الظرف. هن نراقبوا هالشاب الشهم، شو اللي بيعرفوا وشو بيجهل، وهيك اخفينا اثر الظرف لنشوف شو اللي كتبوا اصلا. عفواً، شو بتريد؟ جمال هون شي؟ مين اللي عم يسأل عنه؟ مالك شايفة وليك؟ أنا عم أسأل. عفواً أستاذ. أستاذ بعينك. خير، شوفي. خليك قاعد ولا؟ مين انتو؟ شو بتكون؟ رمينا سنارة بالبحر وانت اللي علقت يا سمكة. بدك تدفع ديونك. انا ما علي اي ديون. يلي ما عنده دعم ديون. قوليلي، في عائل بتتصل بالشرطة؟ شو بدي ساوي طيب؟ ألو معلم، في عنا مشكلة. شو في؟ أسلحة؟ ماشي، يلا سكر. شو في من ماتي؟ معلم، في اثنين تهجموا على مكتب جمال وحاملين رشاشات. مين بيتجرأ يتعدى على حدا تحت حمايتنا؟ خلينا نسرع. انت لا تجي معي، روح مع الشباب بسرعة. ميماتي معهم أسلحة، استعجل ولا تضيع الوقت. شو رح نعمل بالمسدسات يلي معنا وهنن معهم رشاشات؟ خسرو كلامه قاسي. بالماضي كان يحكي بقسوة بس ما كان يوجه لي كلامه. أنا ما فهمت شو بده. أنا فهمت. شو؟ حابب يكون مختار ضيعته. بعد كل هالشي ما اخترت شو؟ انت قدمت له العالم، اي ضيعة؟
في ناس إذا بترضيهم بتكسبهم يا سيف. ادخل. آسف للإزعاج. تعني زام تعني. الادعاء العام بدهم يحققوا معكم بخصوص جريمة قتل عباس أسطاوغلو. بدهم ياخذونا للمحكمة مشان يقللوا من قيمتنا. إذا للبد بدهم يحققوا معنا يتفضلوا لهون. مو مسموح هيك شيء يا سيف. ونحن كمان مستحيل نسمح إنه محمد قرخان اللي يروح على المحكمة ويحققوا معه بنوب. شو موقف الادعاء؟ لازم ينفذ الإجراءات القانونية. الصورة يلي بالمجلة بيجوز تستخدم ضدنا إذا ما صرحنا بأقوالنا. هنن عم يسدوا ألاعيب إبراهيم الروسي رخيصة. كل هم يضيفوا صورة تانية على مجريات التحقيق، صورة البارون العاجز. اطمن في حل لكل شيء يا سيف. ما في أي تصوير ولا صحافة. ما حدا راح يعرف إمتى فتنا وطلعنا. راح نشرب فنجان قهوة ونجاوب على أسئلتهم. ما بتصور أنا راح يكون أكتر من هيك. إذن خلينا نروح. ما في داعي تجي يا سيف. لا تنسى هالدولة دولتنا. لك ليش لحتى نستسلم؟ اتصل بحدا لحتى ينسحبوا. ينسحبوا. انت باسطنبول مو بالجبل. دبروا حالكن. ما توقعنا هيك. انت شو عم تحكي اخي؟ مثل ما اتفقنا راح ناخد كل شي ونمشي. استسلموا، هذا امر بدر. ماشي ماشي. مشان يسجنونا ويعاملونا مثل ارهابيين لازم ناخد الزلمة ونروح. حط الرشاش من ايدك. ما راح حطه. بدر اوعى تقرب. قلت لك اتركه. اتركه لك. ماشي راح اتركه. بعيد هيك. مثل ما شايفين والله صار سوء تفاهم يا شباب. جتنا اخبارية انه على علاقة بالحزب الكردستاني. غلطنا بالعنوان، مو هذا الشخص. بس اذا بدكم منروح معكم على المخطر. منروح مو مشكلة. ما في داعي للزفت. وانت كمان تفضل معنا على المخفر. والله ما لي علاقة. يلا ولك لفت هالمرة. كنا رح نقوسك. ادعي للشرطة. انا محاميته ولازم كون معه بالتحقيق. التحقيق انتهى اليوم بس عم يحكوا شوي وهلأ رح يطلعوا. لكن ليش جبتوهن؟ يا شاب عمك مو متهم ابدا، إجا لهون بس من شان يساعدنا بالتحقيق. هاي القصة. طيب طيب شكراً إلك، نحن رح نستناهم. تعرف حكمت؟ برأيي هذا مهم. وأنا هيك رأيي. ما بيورجينا الظرف وبيجي على الشرطة. لازم قلك شغلة. علي عايش. مو ميت؟ اللي بالقبر مو علي يا حكمت.
هالشي مو معقول. طيب مين يلي بالقبر؟ لو حدا قال لي انه علي لساته عايش لهلأ كنت قلت له هذا هو قبره. بس اللي بالقبر يا حكمة مو علي، يعني علي عايش. حاسة راسي رح ينفجر. شو انتو هون؟ خير ان شاء الله. شو في؟ راحوا على المخفر كأنهم رفقات لرجال الشرطة. شو هالحكي؟ هذا اللي صار معلم. شو بدنا نعمل؟ خود عبد الحي وروحوا على المخفر، راقبوا المخارج. معلم أنا خايف نتجابه مع رجال الشرطة. ما بدي مجابهة، بس لازم نعرف لوين بيروحوا، من وين بيجوا. بدي أعرف مين رح يتدخل بهالشغلة. دائما رح تكون بيناتنا هالحركة يا شباب. وين الأخوة؟ الواحد مشان الكل والكل مشان الواحد. شو كنت عم تستنى؟ القوة بتولد الخطر. والله شغلة بتحير. كنت عم أقول لحالي الكبار عم يخوفونا، يمكن عم يجربونا، بدون يشوفوا منهرب ولا لا. حبيبي تركي نحن ما عنا قدرة نهرب. بالأراضي اللي عاش فيها خسروا في آغا يلي ما بيكون قوي بيقتلوا المرض. الحرارة كتير قوية وبيأكلوا الكباب والحد بشكل كبير كتير، وبدل ما يشربوا الزهورات شربوا العرق والويسكي فصاروا مثل الحديد. وإذا ما كانوا مثل الحديد طبعا رح تكون أعصابهم مثل الفولاذ. من جهتي رح اتعود، وأنا ما رح خاف أبدا، رح صير اتصرف براحتي. يا شباب اطمنوا ما تاكل هم أخ اسماعيل. وأنا كمان ما رح خاف، أنا بحب خسرف آغا وأنا شغلت له شوي من أمواله، وما بحب كمان يخسر أي شيء. ومجلسنا الكريم حط بعض الاحتياطات تجاه الإخوان. مثل شو؟ سلامة الإخوان تحديدا رح تكون تحت مسؤولية مجلسنا. كيف يعني؟ بيعطوكن حراسة خاصة، وبكتب لوحة تعالوا اقتلوني إذا بتقدروا، ورح اتجول مع الحرس. شو جنيت؟ يعني بدكن تفتحوا عيون الناس علينا حبيبي؟ أنا عندي شبابي بتشكركن، لا تاكلوهم. أنا حكيت عن الحراسة الخاصة المختصة. بعدهم عني كرمال الله، ما بدي. هدول مو مني، هدول من المجلس. كنت مفكر رح حب كل هدايا المجلس. أنا رح خبر حارسي مشان ما يتصادم مع يلي عم يراقبونا، بلا ما تصير شي مصيبة. بستأذن. ما بدي لف ودور، بحكي بصراحة وبالأعمال اللي رح قوم فيها قررت اني امشي بطريقكم. وشو التمن؟ انا رح ادفعه. التمن عنا انه نحن نكسب صداقتكم، بس لازم نشوفكم على طول بيناتنا خسروا في آغا. انا ما بدي اكون مع الجماعة، لانه ابي لما كان يهرب البضاعة على الحمار جاعوا كلياتهم. يلي علمني اياه قبل ما يموت اياك ثم اياك تكون مع الجماعة ابني، وانا لحالي هلأ. نحن منحترم العادات والتقاليد، بس للتغيير ما بدنا اي حدا يخل بشروطنا. نحن منخدم رجال هالوطن، وبمشاركتنا معكم إلنا شرف. ايه والله، بس انا عندي شوية اسئلة عن محمد قرخالي. المكان يلي طلع منه عباس قسطا اوغلو قبل وفاته هو بيتكن. انا
وباعتبار مكانتي دائما بحتك مع كل طبقات الشعب يلي بهالبلد. وقبل وفاة عباس أوسطى أغلو طلب مقابلتي، وأنا أخذت هالشي بحسن نية، وهو زارني كأي موظف بهالدولة. أنتو كنتو بتعرفوا أنه موظف عنا؟ إيه طبعاً. شو كان موضوع لقائكم؟ بخصوص البلد. أوضح. سيدي المدعي، كلياتنا عنا أفكار وآراء بخصوص مواضيع البلد، ولقاء السيد محمد مع المرحوم عباس أوسطى أغلو كانت من شان هيك، وبعتقد هذا شيء طبيعي جدا. ومن أمتى بتعرفوا بعضكم؟ بعرفه من سنين طويلة، بس نحن قلنا زمان كتير ما شفنا بعض، وهالشي هو يلي خلاني وافق قابله. شو انطباعاتكم؟ كنتوا آخر من شافه. انطباعنا حول شو؟ كيف كانت حالته؟ كان هادئ مثل ما بعرفه، ما لاحظت شيء أبدا. سيدي المدعي، السيد محمد قرخان لي اسم لرجل أعمال كبير، وأنه ينحط اسمه بجنب الموظف يلي فقد حياته بهالحادث الأليم، أكيد يعني في حدا عم يحاول يشوه الحقائق، يعني كأنه الاجتماع مع رجال الدولة ذنب كبير، أو الشخص يلي قابله قبل ما ماته متهم بشي كبير ضد الدولة. وأنا حكيت هالشي من شان تتوضح القضية. كلام السيد محمد مهم عنا، بس بالأسبوع اللي انقتل فيه عباس أغلو كان غلاف جريدة ميتين عنه، وعنوان الجريدة وتقرير الكي جي تي الأول، وتضمن التقرير إنه السيد محمد عم يقيم سلطته للجريمة وبعض الاتهامات. كتبوا هالشي من شان يشتتوكن، ونحن عملنا تحرياتنا اللازمة بخصوص هالقضية، لكن للأسف ببلدنا الافتراء وتضليل عدالتكن كأنه شغلة منيحة، ومضمون الجرائد وكل العناوين يلي بالمجلات أنا بظن أنها سيناريوهات وحكي فاضي من نفس الأيادي. أنا بكل حياتي كان مطلبي كيف بقدر أقدم للدولة، وكيف بقدر أقدم مساعدتي للناس يلي بيحتاجوني، وأنا ما بقبل أنه ينحط اسمي بجريدة أو بأي سيناريو تافه، وأنا لأنه ما بستحق شيء ما راح أسمح بهيك شغلات أبدا. أنا الدكتور خليل سالم، بدي الأنسة صفية. الأنسة بانتظاركم، بعد إذنك رح نفتش السيارة. تفضلوا. ممكن تنزل شوي؟ بدكم تفتشوني؟ مجرد إجراءات. هاي شنطة الفحص. دكتور تاخذ الإبر وانت طالع، بجوز احتاجه. ما فيني اسمح لك تفوتهم، هيك الأوامر. على كل الشباب رح يرافقوك. اهلا وسهلا خليل. اهلين فيك. خد شنطة الدكتور. ما في داعي، انا بحملها. تفضل من هون. فيني شوف تقرير عن حالتها؟ كل شي هون، بس كلها تقارير قديمة. عفواً لو سمحتي. رح يفحصها الدكتور. Thank you.
حسب اللي مكتوب الملف امك عم تعاني من معالجات سابقه، وهالشي سبب عندها مضاعفات مو مبين شو هي، وبهيك حاله تعب بالاعصاب والارهاق، والاهم انه صار معها ديسك والتهاب بالمفاصل اثرت على حركتها ومشيتها. في مستجدات جديدة للجريمة. مين؟ ارتباط عالمي، المشتبه الأول بين ايدينا، رح تنور إفاداتهم الجريمة بالإضافة للشاهد. طيب انتوا قابلتوهم؟ لا سيدي، هلأ اجانا هالخبر وما خبرنا الشرطة، نحن رح نبلش معه بالأول. في مشتبه واحد؟ ايه سيدي. مستحيل ينفذ الاغتيال شخص واحد. عم ندور بنطاق أوسع، وهذا ملف المتهم. وين ملف الشاهد؟ عم نجهز لك يا سيدي. أجل لي إفاداتهم شوي يا مدحت. أمرك سيدي. والظرف اللي بعته أصلاً رح يساعد بتوضيح الجريمة.